صباح الخير والدلع على احلى بشوات فيك يا مصر. اهلا عفيفي، مفيش اخبار جديده؟ طبعا يا باشا. امال انا جاي ليه؟ طب ما تنطق، ولا انت محتاج حد يعزمك يعني؟ لا، ما انا اتعزمت. اتعزمت؟ اتعزمت على ايه؟ على الفرح، فرح الست غرام على الاستاذ جابر. عفارم عليك يا عفيفي، انت فعلا تستاهل مكافاه كبيره. لا يا باشا، مكافاه ايه؟ انا مكافاتي هي رضاكوا عني يا بهوات. وانا رجالتي جاهزه، يروحوا الفرح ويجيبوا عليه وطيه. ما ينفعش ساعتها. ما ينفعش ليه؟ يعني الحاجه اللي ده ما ينفعش، لان يعني هيبقى فيه معزيم وزحمه وامن، ونتائج اي هجوم على الفرح هتكون فاضيه. ده غير ان الخسائر هتبقى كتيره جدا. وغير كده يا باشا، لو في حد من رجالتنا اتمسك هناك لا قدر الله، يعني كلنا هنروح في 60 ده. قصدك ايه؟ نلغي العمليه خالص؟ لا يا باشا، انا مش قصدي كده خالص. انت بتفكر في ايه يا عم؟ بفكر يا باشا في عمليه روحيه بعيد عن الفرح والمعازيم والامن والزحمه. عمليه تصيب جبر في الصميم، تكسر ظهره وتجيب مناخير وبعض وما يقومش بعديها ابدا. كمل يا عم كمل. شوف سعادتك، احنا كده عرفنا فين مربط الفرس، وعرفنا المكان اللي بيشونوا فيه البضاعه. هو صحيح المكان ده فاضي دلوقتي، بس المعلومات اللي عندي بعد اذن سعادتك ان في شحنه جديده هتيجي قبل الفرح بكام يوم. هو ده بقى التوقيت التمام اللي نضرب فيه الضربه الصح، اللي تكسر ظهر جابر. ما تخلوش يرفع عيني قدامنا ابدا. ايه الفرح امتى يا عزيزي؟ يوم الخميس يا باشا، الخميس اللي بعد اللي جاي.